هنبتدي معاك عقرب الساعة، وأنا مبسوطة جدا وسعيدة إن الفنان محمد عادل منورنا النهاردة، وإن شاء الله تفتح قلبك لينا وتقول لنا حاجات لأول مرة نعرفها. إن شاء الله. وأنا كمان جاهز لعقرب الساعة؟ أوكي جدا. جدا؟ بتخاف من الوقت ولا لأ؟ خالص. ما بتعملوش حساب؟ بعمل له حساب بس ما بخافش منه، ما بخافش عموما. يمكن عشان لسه سنك صغير فمش عامل حساب قوي للزمن؟ خالص والله، انا عامل حساب للزمن بس ما بخافش. بالعكس، انا شخص اللي هو بيتمنى انه ما ينامش. انا شخص عملي بزياده عن اللزوم من وانا عيل صغير. الحياه ابيض واسود، واحنا في حياتنا الطريقين لازم نمشي فيهم. مشيت اكتر في الابيض ولا في الاسود؟ والله مش عارف، بس مشيت في الاثنين. انا حاسه ان انت متسامح، فحاسه ان انت هتقولي كل الحلقه ابيض في ابيض، فانا لا خالص هتفوت زي الناس. ايه مش صعب جدا انا ابيض دي؟ لا دي اوفر. لا طبعا مشيت في الاثنين جدا. يعني الاثنين قد بعض؟ ممكن يبقوا قد بعض. ممكن ما كانش الاسود اكتر، ما كانش الابيض اكتر. والله مش يعني ما اقدرش اقول. المواقف دايما اللي بتفتكرها عن حياتك بتبقى ابيض ولا اسود؟ لا بفتكر طبعا الاسود اكتر. هفتكر الابيض ليه؟ لا الابيض خلاص بقى عند ربنا. حاجه كويسه يعني. دايما الواحد لما بيبقى فيه عارف عنده حاجه كويسه، او انا شخصيا ما بقعدش اسقف لها الله، طب خلاص هي كويسه يعني هخليها احسن. بتحسب الابيض شهره، فلوس، حب، رضا، بتحسبه ازاي؟ خالص او بالنسبه لك ايه؟ الابيض محبه. ان بعمل حاجه انا بحبها، قاعد معاكي قاعده انا حاببها، مع اهلي، مع اولادي، مع صحابي، مع شغلي قبل اي شيء، عشان انا بحب شغلي زياده عن اللزوم قوي. الابيض حياه وحلم